فنقول أولا حدود هذه المعاملات إنما هي تحية الإسلام والتي هي من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم، بحيث جاء من أحكام الإسلام أن السلام سنة وأن رد السلام واجب، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وهنا قال الفقهاء: هل تبادر المرأة الرجال بالسلام؟ فإذا كانت الفتنة مأمونة وكان هؤلاء في الوسط العائلي وكانت المرأة مستترة فلا بأس بالسلام، وأما رد السلام واجب. ولكن المرأة إذا رأت أن هذا السلام في مجموعة من الرجال وفيه غير الأرحام وفيه غير المحارم أقصد، فإنها يجب أن تتقي هذه الفتنة وأن تبتعد عن ذلك وإن كان الأمر متعلقا بالسلام. وأما ما يتعلق بالمصافحة فإن الإسلام فيها جعل أحكاما تحفظ لهذه المرأة حرمتها، فإن الإسلام أباح لها في محارمها أن تصافح، ولكن غير المحارم كأخو الزوج وعم الزوج وخال الزوج، فهؤلاء ليسوا من المحارم وإنما هم من أرحام الزوج، فلا يصح ولا يجوز مصافحتهم. كل ذلك سلامة لهذه المرأة. وأما الحديث فإن الإسلام قد جعل لذلك آدابا، فقال: ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فمعنى الخضوع بالقول هو التغنج والحديث بصوت ناعم أمام الرجال كما تفعل بعض النساء، إذا كلمت النساء تتكلم بصوت خشن، وإذا كلمت الرجال تحاول أن ترقق وتنعم صوتها لكي تأسر بالصوت الرجال. فهذا داخل في قول الله تعالى: ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وأيضا جاء في القرآن الكريم: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فإن كل صوت يلفت الانتباه وكل صوت يجلب نظر الرجال، سواء كان في الخلخال أو كان في النعال، فإن ذلك ممنوع، لأن الحياء يقتضي من المرأة ألا تكون لافتة لأنظار الرجال، يتصيدون نظرة وراء النظرة حتى يظفرون بمعرفة قوامها وجسمها ووجهها وما شابه ذلك. فقال أهل العلم إن ذلك يشمل كل صوت يخرج عن المرأة ويلفت أنظار الرجال. ومن هنا أيضا فإن رنة الهاتف التي يكون فيها صوت مميز يلفت أسماع الرجال أيضا ينبغي أن ينتبه له، لأن الآية القرآنية آية عامة في كل ما من شأنه أن يجلب السمع وأن يلفت النظر عن هذه المرأة. ومن جملة ذلك أيضا الثياب التي أمر الإسلام أن تكون سترا وأن تكون حياء وأن تكون عفة
وأن تكون طهارة، فوضع العلماء لها ضوابط عظيمة، أهمها ألا يشف ولا يصف، وألا يكون شاذا عن لباس النساء، لأن كل هذه الأوصاف في اللباس من شأنها أن تلفت الأنظار لهذه المرأة، فإن الثوب الضيق أو الثوب الشفاف أو الثوب المزركش من شأنه أن يلفت الأنظار لهذه المرأة، وأن يجلب لها الفتنة، وأن يجلب لها السوء، وأن يجلب لها كثير من الرجال الذين يتصيدون ولا يتقيدون، يتصيدون النساء ولا يتقيدون بآداب الإسلام، فينبغي ألا نجعل لهم فرصة لمثل هذه الأمور، لأن فيها خروجا عن حدود الله سبحانه وتعالى.